هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. المحادثات السرية الإيرانية السعودية في بغداد. كتبت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقريرا تابعه مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أكدت فيه أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يريد استباق اتفاق ممكن بين واشنطن وطهران، لذا أيد إجراء محادثات سرية في العراق مع الجمهورية الإسلامية. الصحيفة قالت إن ولي العهد السعودي أدرك إن اتجاه الرياح قد تغير في المنطقة، ولذلك فهو يريد علاقة جيدة مع أكبر خصم للسعودية في الشرق الأوسط، لأن الوقت لم يعد مناسبا الآن للمواجهة مع طهران، وذلك منذ انتخاب جو بايدن. ولكن مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي عام 2015 قد أدت إلى انفراج مع طهران يرغب فيه الرئيس الأمريكي الجديد. محمد بن سلمان كان قد قال في مقابلة إعلامية مؤخرا إن إيران دولة مجاورة، وكل ما نتمناه هو أن تكون لدينا علاقة جيدة ومميزة، ولا نريد مشاكل مع إيران، على العكس من ذلك نريدها أن تنمو وتزدهر وتقود المنطقة إلى التقدم. في آذار الماضي عقدت محادثات سرية إيرانية سعودية في بغداد، مع أن الرياض وطهران قد نفتا ذلك، لكن مسؤولا عراقيا أكد وجود هذه المحادثات وقال السعوديون هم من أرادوا هذه اللقاءات، واقترحوا باكستان مكانا للتفاوض لكن إيران رفضت، وعندما اقترحت السعودية العراق قبلت طهران بذلك. واعتبر إن هذه الاتصالات السرية السعودية الإيرانية في بغداد تحظى بدعم الولايات المتحدة وكذلك الصين، فالسعوديون يقولون إن جميع أوجه التقدم في المنطقة بما في ذلك طرق الحرير الصينية لا يمكن أن تنجح إذا لم يتم التقارب بين الخصمين في الخليج، كما أن رفع العقوبات عن إيران بعد العودة إلى الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران في فيينا هو حافز آخر للتفاوض. إنهاء الصراع في اليمن هو أولوية للرياض، كما أن الحوثيين الموالين لإيران والذين يطلقون الصواريخ والطائرات المسيرة يشكلون صداعا للمملكة. وبالنسبة لإيران فالنظام مختنق بالعقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية، وبذلك فهي تحتاج إلى سياسة أكثر واقعية.